رحبت أحزاب سياسية باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي للواجب الوطني والنداء الشعبي وإعلان ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكدت الأحزاب على أن ترشح الرئيس السيسي يعد رسالة طمأنة لملايين المصريين لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التي انطلقت في البلاد منذ توليه مهام الحكم عقب ثورة 30 يونيو المجيدة. We'll be right back.